حمد الدم اليوم واحد من هؤلاء المتصيفة الذين يجسدون هذا الصراع وينتمون للجماهير ويرفضون الظلم والقهر. كان في زمن الشيخ حمد والشيخ خوجلي في توتي لم يكن من واحد، وكان يرتب القرآن وتقشعر له الأبدان. الشيخ حمد علم عشرات النساء، حفظوا القرآن وعلمهم. كان أكثر من 500 بيت في حلة حمد يحفظوا القرآن. ولعل يمكن سبق عصره من خلال تعامله مع تعليم المرأة. الشيخ حمد يزرع الأرض بيده ولا يأكل كان إلا من طعام يزرعه بيده. الأكل والقدح والأشياء كانت موجودة في المسجد، والناس كل من هب ودب بيأكلوا حتى الضيوف. الشيخ والدوليب قال إني أمثله بعمر بن الخطاب في قوة شخصيته وفي قوله للحق. صوتك في صحو القسمات فجرا، راعشا بالسكون ومعطونا بصلصال المحبة والانتماء إلى قيم الخير والجمال. الشيخ حمد ودي الشيخ محمد ودي الشيخ علي ودي الشيخ عمر ودي الشيخ ماضي، كلهم مشايخ. بالرغم من كده اشتهر بأمه، لأن أمه دي مريوم دي يعني أول حاجة هي في بيت علم وفي بيت صلاح ولها مكانتها، عشان كده نسبوا لها حمد ودو مريوم. سموه لأنه أمه فعلا كانت مرأة صالحة ومرأة متدينة ومرأة مجودة للقرآن، وكانت لها مكانتها من ناحية أمه ومن ناحية أبوه، وكانوا ناس صالحين، عشان كده لقب بأمه مريوم. جدته من أمه محسية من قبيلة المحس، وجده من أمه مسلمي، ويندرج تحت أسرة الشيخ إدريس والدلرباب. وصوتك يعلو هدير الخلوات والفلوات صادحا بين يدي الدعوة إلى الله، والمحمدية دفق من شفيف الضوء يغسل صدر الزمان والمكان بالماء والثلج والبرد. ولد حمد ود مريوم في جزيرة توتي الخالدة سنة 1055 هجرية، بتوافق سنة 1646 ميلادي. توتي وحلة حمد وحلة خوجلي والصبابي وشمبات إلى حد كبير دي كلهم أبناء عمومه والصبابي خؤولة، يعني كلهم من المحس. الشيخ حمد ود أم مريوم المشيخي العالم العامل الداعية والمصلح الاجتماعي، رائدا يوقن بالخيرية نورا يصدر من مشكاة الإسلام ليضيء الدنيا بأسرها. نسبة الشيخ حمد ود مريوم من جهة أبيه فهو مشيخي، وهو ابن الشيخ يعقوب الذي أسس الحلفاية. يتولد في توتي هو والشيخ خوجلي أبو جاس، هم أولاد خالات. الشيخ خوجلي طبعا يقال أنه محسي، والشيخ حمد بكري منتسب لأبو بكر الصديق، لكن يتربوا على ودرسوا على الشيخ أرباب العقائد اللي هو أسي الجامع بتاع فاروق، ده هو من الجامع حقه أرباب العقائد، وهو بمثابة عمه في نفس الوقت. ولكن الشيخ حمد هو أول من جاء مرق من توتي، جاء أسس قرطوم بحري وجاء استقر في منطقة حلة حمد. في بحري في
حلة اسمها حلة حمد خوجلي، وإن شئت التفصيل في حلة حمد وجنب حلة خوجلي. وبالمناسبة حمد خوجلي ديل أولاد خالات، هما الاثنين أولاد خالات والاثنين مشايخ، الشيخ حمد الدمريوم والشيخ خوجلي أبو الجاز. شوف سبحان الله، خوجلي أبو الجاز دي بيته، خوجلي أبو الجاز وده حمد الدمريوم أمه. ولد بجزيرة توتي وعاش نحو 87 عاما مباركة، أنفق سائرها في الدعوة إلى الله وتزكية النفس ومجاهدة الروح. يقال إنه الشيخ الدل أرباب أرباب العقايد خاله، وهو وخوجلي أبو الجاز معاصرين الاثنين لبعضهم البعض، وهم في رواية أنه أبناء خالات، وطبعا يجمع بينهم الاثنين تلامذة لأرباب العقايد، والكلام ده كله في توتي كمركز. وتربى في توتي ودرس القرآن على يد خالة فاطمة أم الشيخ خوجلي، وهي التي سمته الدمريوم تنده باسم أمها، وهذه عادة قديمة ومتأصلة عند أهل السودان حتى قبل دخول الإسلام. وكان مولده بعد دولة الفونج، دولة الفونج التي كانت في عام 1493 للميلاد. هذه المملكة وهذه الدولة، دولة الفونج، الدولة الإسلامية البديل المناسب لدولة المسلمين التي اندثرت في بلاد الأندلس. عاش شيخنا في عصر الدولة السنارية الإسلامية، وأظله عصر مضطرب التدين فعظمت رسالته. الشيخ حمد يعني كان يزرع هذه الأرض هو وحيران، وكان يقدم الزكاة لملوك سيناء في حدود الخمس، ويحكى أنه حسب ما ورد في ضيف الله أنه أرسل الخمس حتى من السفير الذي يسقط من الأرض، والسلطان لم يعجبه ذلك الذي أرسل إليه، فقال لهم يعني الشيخ ده فاكرنا بهايم ولا مرسل لنا عليك بتاع البهايم، فقال لي لا انت ما عندك البهايم برضو. لا يتدخل اول حاجه في نزاعات في نهايه دوله السنار دي، حتى نحن ما دخلنا في اي نزاع من النزاعات دي ولا في حل ذاته اللي هو دخول الهامج والمشاكل بين الوزراء والمشاكل بين الملوك انفسهم، ورجع بواسطه الشيوخ الشيخ الطيب وغيره وغيره، انه السلطان لبس التوب حق اخته ومشى عند الشيخ، والشيخ لما الناس وجوها جو منتصر ثاني وطردوا العساكر دي. فهي اصلا مش مملكه بمعنى الممالك الامبراطوريات الرومانيه ولا غيره ولا غيره، المملكه عباره عن حضاره وناس مستقره على شاطئ النيل وناس بر رعاه. تحدث عنه صاحب الطبقات محمد والضيف الله في صحائفه التي دون فيها سير أعلام عصره، وروى وأفاض في الرواية والحكي، ونقل حول سيرته الكثير. كتاب الطبقات يعتبر من الكتب المهمة جدا التي وثقت لتاريخ السودان ولفكر المجتمع الزمن ذاك. ذكر شيء كان موجود يعني ما جاء حاجة من عنده. صحيح في أشياء الآن إنسان الآن لا يقبلها، في كرامات مبالغ فيها، لكن على كل حال هو ذكر ما شاهد وما سمع به وما كان الناس يؤمنون به في ذلك الزمان، من ضمنها الشيخ حمد الدمريوم ومنها الشيخ خوجلي أبو الجاز. تكلم عنهم وتكلم عن حياتهم، وكانوا عملوا كده وعملوا كده وعملوا كده، وذكر لهما بعض الكرامات. وطبعا هم كلهم تتلمذوا على أرباب العقايد، أستاذ كبير يعني ما في كلام يعني، لكن هي الخلافات بعد ذاك بتجي في التفاصيل. يعني كما ذكر في الطبقات أنه حمد الدمريوم ما بيصلي عند صاحب بدعة، وبالتالي هو يبدو أنه كان متشدد أو أكثر تشددا من أستاذه، ودي في الطبقات كثيرة جدا. يعني هو في النهاية الحوار أو التلميذ هو بيشعر أنه نضج ما فيه الكفاية وأصبح هو مدرسة، وعليه أن ينفرد بأسلوبه وبمدرسته يعني.
فبنلقى يعني كلهم، وده خلى التصوف ينتشر في السودان. يعني الناس ما بيقبلوا تلامذتهم، بنعرف الخلافة تم بالمهدي ذاته وأساتذته السمانية. والسبب الخلاه خلى رحل من درمان إلى بحري هو أنه نشأ بيناتهم خلاف ونزاع مع فقيه أو شيخ اسمه النوفلابي، حرق له الخلاوي بتاعته، والشيخ حمد داخل الخلوة وكتبه جواها، ورفض أنه يطلع من الخلوة وكتبه يخليها داخل الخلوة. فواحد من أبنائه اسمه طلبته أو حيرانه اسمه أحمد دخل وشال الشيخ بالعنقريب بتاعه وطلعه برا، ودخل طلع كل الكتب بتاعته طلعها برا منه. أشار ماك مايكل إلى أن أول من أسس الدرمان هو الشيخ حمد ودم مريوم، وتخريبه تم على يد جنود سنار اللي هم حوالي 40 دخلوا كسروها، ودعا عليهم الشيخ حمد وكان قائدهم أبو نخيرة، وقد ماتوا في الطريق جميعهم بالجدري ما عدا أبو نخيرة الذي دعا عليه بطول العمر وعاش فعلا حتى عمر وزاد في العمر وضاق بالدنيا زرعا. وقد كان فاصلا في الحق ومنفصلا عما سواه وواصلا إلى شغاف الملكوت. الناس يعني يجوا يتلقوا التعليم هنا عند الشيخ حمد بحفظ مختصر الخليل في الفقه أو حفظ القرآن، كانوا بيكونوا قاعدين داخليات في البيوت عند الناس هنا، يعني الناس بيستضيفون. وسمعنا من أهلنا إنه كان أكثر من 500 بيت في حلة حمد يحفظوا القرآن. انبجس وارد الوقت والوعي في خاطره وبين عينيه، فنهض بعزم عظيم يصدح بالحق ويجهر بالدين. لم نكن هو من الناس الذين عندهم يوميا مثلا أوراد أو نوبة أو مديعة أو إلى آخره، ولكن كان فكر موجود للطلبة، يعني حتى الطلبة بيجوا من أقاصي السودان عشان ما يتلقوا على العلم، وكان يعني زي اللي ممكن نعتبر زي كان هو بنادم يعني في عصر غير العصر، زي كان بنادم الشيوعية الناس ممكن يعتبروا كذلك يعني، فكان خطر جدا، وإذا كان جرأته في تنابله للأشياء يعني، واعتقد نجح في ذلك يعني. درس على شيخه أرباب الخشن القرآن والحديث والفقه والتوحيد وعلوم القرآن واللغة، وعنه أخذ الطريق. الشيخ حمد ودم مريوم درس على الشيخ أرباب العجائب، معناته ده شيخ له مكانته، وحتى في لحظة من اللحظات كده اختلف معه في موضوع بسيط على كل حال، وموضوع موضوعي يعني ما اختلف معه سايد. أرباب العجائب ده كان بيلقب بالخشن، والخشن لأنه ينكثر تليضه كرعين ويدين وشقاقات شايف، فهو أخذ منه تعلم عليه القرآن وقرأ مختصر خليل، هو أصلا مختصر خليل ورسالة أبي زيد القيرواني، دي من الكتب المهمة جدا جدا في فقه المالكي، وأخذ منه طبعا الزهد وأخذ منه أشياء كثيرة جدا جدا، فهو تلميذ له. ود الأرباب هذا الشيخ الأرباب الذي مسجده الآن عندنا في السودان معلوم وشهور بمسجد فاروق، هذا مسجد أرباب العقائد، مسجد أرباب العقائد. فالشيخ حمد ودم مريوم تتلمذ على الشيخ أرباب، درس عليه القرآن ودرس عليه الفقه والتوحيد والتصوف، وخاصة كتاب الحكم العطائية. لكن يعني أتوقع لا يعني مثلاً الصراع بين الشيخ حمد ودم مريوم وأستاذه، أنا أفتكر من الصعب نقول من الصح من الخطأ، لأنه كل زول شايف أنه طريقته هي ماشية، يعني هي بتجذب الناس وهو ده إيمان وده معتقد، لأنه ما في النهاية معيار حاكم، ما هو زول آمن بمنتهى البساطة ودرس بجهده، يعني اسمع بأستاذ في العلفون في سنار يقول لك سافروا ومشى درس وتتلمذ عليهم،
فبالتالي هي منين الناس عصاميين صنعوا نفسهم بنفسهم. فأنا لا أتصور أنه الخلاف كبير، لأنه كثير جدا من القباب أو الكرامات قد تنسب للولي بعد وفاته، فهو ليس له دور في هذا الأمر يعني. لكن في النهاية يعني هؤلاء الحيران أو الأتباع يؤمنون بالشخص ويعني يقوى إيمانه كما يعتقدون بالله سبحانه وتعالى خلال إيمانهم بهذا الشخص الولي الصالح. ولازم ولزم حتى اتسعت الكوى وأغدقت البصائر نورها منسدلا على العيون وعلى شغاف الروح. ثم انتقل بعد أن اختلف مع شيخه إلى توتي وأقام بها وبدأ يدرس الناس، وجاءه خلق كثير رجالا ونساء، واشتهر بأن النساء كثر جدا تلقين العلم على يديه وحفظنا القرآن الكريم بين يديه. الشيخ حمد الدمريوم الملقب بالسني كان في المسجد يقوم بدراسة الطلبة مختصر الخليل. مختصر الخليل كان يحفظه النساء والرجال، وكان الوفود يعني تأتي يعني من خارج الخرطوم أو من خارج حلة حمد. الوقت ده كان تسمى حلة حمد. منهج الشيخ حمد الدمريوم فيما يتعلق بالتعليم، يمكن هو كرجل دين وفي تلك الفترة وفي ذلك الزمن والغرن 17 الأشيوخ يمكن كانوا يعني حتى تعامل قد يبدأ مثلا من الخلوة، قد يبدأ من النوبة، من الطار وإلى آخره، ولكن هو منهجه يعني التزام كامل منهج العلمي أو التعليمي. وقد كانت غايته الإصلاح الاجتماعي وجل أمانيه تقويم إعوجاج النفوس، فاهتم بالمرأة ورام إصلاح شأنها حتى غدا سائر حيرانه من النساء. كان مهتما جدا بجانب المرأة لأنها كانت في المجتمع إلى قريب المرأة كانت مستهدفة، ولكننا في هذه الآونة الأخيرة جعلنا لها في الدولة مقاما ومكانا، فصارت عندها نسبة 25% في مجالس الشورى وفي المكاتب التنفيذية، وهذا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المعاني استغى الشيخ حمد الدمريوم اهتمامه بأمر المرأة وأوصى عليها كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء. الشيخ حمد كان جريء جدا بحسب عصره وحسب الوقت اللي عاش فيه، مع وجود مثلا الاستعمار الأجنبي والاستعمار التركي وغيره وغيره، حتى البيوتات الدينية بكل قوته وبكل جبروته ويطرح طرح كهذا. مثلا أول حاجة ينادي بتعليم المرأة، ثم ينادي بأنك أنت تحافظ على المرأة ككيان ربنا خلقه، لا يستطيع أحد أن يجرؤ على مثلا إجراء تشويه لهذا الكائن الحي الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي أنا أخليه كان جريء جدا جدا في التناول، وكان جريء جدا جدا في أنه هو يعني يستطيع أن يطرح هذا الطرح. وكان هو شيخهن وأبوهن، علمهن وأدبهن وزوجهن وتعهدهن بالرعاية والعناية بشأنهن، فكان أول من منع الخفاض الفرعوني ودعا إلى تركهن أبكارا. لعله يمكن سبق عصره من خلال تعامله مع تعليم المرأة، يعني هو أول من نادى بتعليم المرأة وقاس في ذلك كثير جدا، ولكنه نجح في النهاية أنه، ولعله يمكن من الأشياء النادرة اللي حس يتحدث عنها الناس فيما يتعلق بأمور الصحة الإنجابية، هو سبق يعني ذلك العصر بسنوات وسنوات، فأنه أول من حارب الختان. يعني الآن في هذا الزمن يتحدث الناس في المساجد وفي المدارس وفي الأندية وفي الفضائيات وفي الإذاعات عن محاربة الخفاض الفرعوني. الشيخ حمد منذ ذلك الزمان عارض هذا، عارضه تماما، واهتم بالمرأة وعلم المرأة. بالمناسبة الشيخ حمد علم عشرات النساء حفظهم القرآن وعلمهم، وأغلب النساء علمهم من الفزاريات، وهو مشهور بأنه معلم الألف امرأة، وأول من حارب الختان بالنسبة للنساء، واعتبر من العادات الضارة وحاربه محاربة شديدة جدا. وكان قد رفض الختان الفرعوني الذي انتشر آنذاك في مجتمعنا السوداني، وما يزال موجود في كثير من الأماكن عندنا في السودان، فنحن في حاجة إلى محاربة هذا الختان الفرعوني
وأن يكون الختان السني. تميز عصر الشيخ حمد بالكثير من المشائخ والدعاة الذين تناثروا على أرض السودان وأنشأوا المساجد والخلوات. ولما ينتصف القرن العاشر الهجري حتى استوت النهضة الدينية واتسعت دوائرها وانداحت تجدد الدين في النفوس على هدى مسارج الحقيقة، طريقا نقل السودان من سحيق عهود المسيحية التي تطاولت إلى زهاء العشرة قرون إلى زمان أشرق عصره بنور الإسلام وهديه، فكانت سنار الوعي والوعد والانتماء والحلم لأكثر من 3 قرون. بلغ شدة شديدة جدا في تطبيق الشريعة الإسلامية حسب ما درس خليل على يد العركي. العركي كان وقت ذاك أتى من جمهورية مصر العربية، وكان هو على المذهب الشافعي أولا، ثم صار مالكيا بعد أن وصل سنار، وكان مسؤولا من القضاء في مملكة سنار، وكان أيضا الشيخ الفقيه أبناء الشيخ الفقيه ود الأرباب هم المستشارين والمفتين والفقهاء لملك سنار، وهم الذين يصالحون الملوك والأمراء والشيوخ إذا حصل بيناتهم أي نزاع. فتحوا خلاوي في منطقة الكلاكلة، وكانت في الخلوة لا زالت موجودة، ومنطقة بتاعت إشعاع بتاعت حزب بتاعت القرآن، وتاني في منطقة النوبة وفيها يعني برضو فيها خلوة كانت مستمرة لغاية الستينات. والخلوة دي بالمناسبة يعني الخليفة يوسف ناصندوم بانو والخليفة عثمان حفظوا فيها القرآن بحكم أن أمهم من هناك. دي امتداد لشنو؟ امتداد لتعليم الشيخ حمد هناك. الخلاوي عبارة عن بيوت أولاده حيشان، يمكن حمد حمد دي لغاية قريبة كانت 7 حيشان فقط. دي الحيشان الكبيرة كانت توي الطالبة والطالبات براهم، بني فزارة وبني جرار الطلبة براهم، بيأكلوا بيشربوا بيعيشوا مع الناس في حمد حمد عادي كأنهم أولاد الشيخ. تسمى الشيخ حمد بأمه مريوم، وهي من بنات ولد جدال، فقيهات متفقهات في الدين وحافظات لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأظلهن بيت علم ودين وصلاح. فأخذ عنهن الشيخ الكثير، وواصل بعد ذلك طلب العلوم الشرعية وتتلمذ ودرس حتى أصبح مثلا رائعا في التقوى والورع والصلاح والفلاح والزهد، وأحكم وثاق معرفته لدينه بالعمل. وكان في زمن الشيخ حمد والشيخ خوجلي في توتي لم يكن أميا واحدا، لا مرأة لا راجل ولا ولد ولا بنت، لم يكن أميا واحدا في توتي، كلهم يعرفون الكتاب والقراءة، وكان يرتل القرآن وتخشعر له الأبدان. فالشيخ حمد بن مريوم بنى طريقته على الكتاب وعلى السنة، فكان مصلحا اجتماعيا، وقد رافقه في ذلك الشيخ خوجلي أبو الجاز، وهو ابن خالته الذي تسمى به مغابر، المغابر الموجودة في بحر الآن، مغابر الشيخ خوجلي، الشيخ خوجلي ابن خالته، ودرس معه على الشيخ أرباب، وكذلك الشيخ فرح التكتوك الرجل الحكيم المعروف، فجميعهم كانوا يصبون في معين واحد ويعملون من أجل إصلاح الفرد والجماعة في السودان المعلوم أنه صوفي بالفطرة. مرة جاء واحد زائر جاي من بعيد يعني، طبعا أنت الآن لما يجيك ضيف بتبادر طوالي وتستقبله، جاء شيخ لاحظ شيخ كمان، شيخ جاي من بعيد داير يسلم داير يزوره داير يتبرك بيه داير يحترمه داير ياخذ علمه. جاء الصباح، من الصباح قاعد الشيخ حمد ما جاءه مالي، جاءه نص النهار. فالشيخ زي عاتبه قال له يا شيخنا انا جيت من الصباح، الناس اللي جنبه حتى هو والشيخ، انا جيت من الصباح من الصباح ما تجيني نص النهار. شو بقى الحكمه، شو الجمال، قال له لما يكون في سلطان ولا يكون في حاكم ولا يكون في والي في زول بيتكلم قدامه قبله يعني، قال له لا. طيب لما يكون زول قاعد مع سلطان ولا حاكم ولا والي بيمر قبال ما يتعلم منه، قال له لا. قال له طيب انا كنت مع ملك الملوك رب العالمين، انا كنت مع ملك الملوك، اجيك انت؟ فافحموا بهذه الاجابه.
ده نوع من الورع. يتصف سلوكه بالصرامة والتمسك القوي بأحكام الدين اتباعاً للكتاب والسنة واقتداءً واهتداءً بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيه من السلف الصالح، فطبق الحدود ورد المظالم والحقوق. كان يطبق الشريعة تطبيقاً صارماً على نفسه وعلى أولاده. كانت له زوجات عدة وكان عادلاً بينهن، وكان يقول أخشى أن أحاسب في الآخرة إن ظلمت إحداهن. وقد ورد عنه أنه عذر ابناً له عقوبة عزيرية لأنه لم يكن عادلاً بين زوجتيه. ولده عرس فوق مرته وما في اختلاف دي، ما ربنا حلل له. مشكلته إنه زي ميل على الثانية كثير، يعني ظلم الأولى. تعرف عمل له شنو؟ جابوا وغزل عود في الشمس وربطوا فيه تأديب ليه عشان تاني ما يعمل كده، لازم يكون منصف يعني. ولا وشوف ولده وجزء منه وما بيرضى له الشمس وما بيرضى له العذاب. لا لكن شو الحكمة بالله؟ شو قال شنو؟ قال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني عشان يحلوا من عذاب الآخرة ربطوا في الشمس. وكان شرعيا جدا، كان متشرعا ملتزما بالكتاب والسنة، قويا في شخصيته الدعوية، حيث قال عنه والدوليب، الشيخ والدوليب قال إني أمثله بعمر بن الخطاب في قوة شخصيته وفي قوله للحق. فكان داعية قويا في دعوته، وكان يأمر بأن يكون الرجال في مكان والنساء في مكان. في مرجاته قالت له والله فلانة دي شتمتني، وقالت لي يا فاجرة، قالت لي يا فاجرة، طوالي حقك في المسألة. أول ما تأكد بأنه فعلا المرضي قالت لي يا فاجرة، حكم عليها بما جاء في القرآن. قال له أجلدوها 80 جلدة، وجلدوها فعلا 80 جلدة. ده دليل على شو؟ دليل أنه هذا الرجل متمسك بالشريعة. وكان قد تاب على يديه كثير من الناس، أعلنوا توبتهم أمام الشيخ وتطرقوا عليه وأخذوا عنه العلم. كان يأمرهم بشروط التوبة المعلومة، الإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما مضى. ما في إجبار لزول، يعني شيخ حمد ما 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 بيمشي لزول بهاجم مثلا يقول لا أعمل كده ولا سوي كده. لكن الزول اللي بيجي وتايب بيشترط عليه شروطه. اللي بيجي تايب من الناس ديل يتعلم الوضوء، يتعلم الصلاة، كذا كذا. حتى بني جرار ديل عندهم أسرة جابوه ليه من ضمن الناس اللي هو حوالي 40، ديل برضو علمون الوضوء علمون القرآن، فأطلق صراحة قال لهم ارجعوا حالكم. وإمعانا في ترويض النفس على الطاعات، كان الشيخ يقتات بثمر الحراز وينسج مرقده من لحاء الشجر ويفلح أرضه بيديه. الشيخ حمد يزرع الأرض بيده ولا يأكل كان إلا من طعام زرعه بيده. كان بيزرع الذروة والدقون والقطن، لأنه كانت برضو النساء في حلة حمد تنسج القطن ده، حتى توبه المسمى أبو عكاكيس مسمينه أبو عكاكيس، لأنه حتى النسيج بتاعه خشن. كان يعمل بعمل يده ويأكل من عمل يده، وكان يزرع، كان يشغل بالزراعة، وكان ينفق نصف ماله للدولة، والنصف الآخر كان يأكل منه ويعتق منه الرقيق. حمد الدمليوم كان زاهد في الدنيا دي، وكان يلبس المرقعات، وكان يأكل الخريم، وكان يأكل الخريم ده السمر بتاع الحراس. عنده زوجتين، واحدة في حلة عمد واحدة في الجريب، فكانت دي نص المسافة. وكان حينما يجلس في الزرع يقعد عنده قطين، يوم المرل في الجريب بيقبل عليها، ويوم المرل في حلة حمد بيقبل عليها. لما يجي الزراعة دي كله 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 واحدة، حتى لا يتجه لاتجاه الزوجة الأخرى اللي هي ده ما يومها. لم تكن له صلة واضحة بأهل السلطان، وإن كانت له هيبة ووقار في نفوسهم، وكانت شفاعته لديهم لا ترد،
وإن كان هو الزاهد فيما عندهم. ظهرت بعد ذلك بشكل واضح في صراع كبير جدا بين الفقهاء الذين ينتمون أو القضاء وغيرهم عن النظام، أو فقهاء السلطان والمتصوفة الذين ينتمون إلى الناس وخرجوا من الناس أو تقول من الجماهير يعني، وآمنوا بهم الناس ويعتقدوا فيهم وصنعوا لهم الكرامات والقباب والأضرحة والمزارات. فدا حمد الدمريوم واحد من هؤلاء المتصوفة الذين يجسدون هذا الصراع وينتمون للجماهير ويرفضون الظلم والقهر. الشيخ حمد لم يكن يجري وراء الأمور الدنيوية، والدليل على ذلك يمكن حصل كثير جدا جدا من التعدي على أشياء كثيرة بتخصه هو. يعني يمكن لو جبنا تحدثت عن قانون الترسبس أو المنحة القانونية أو التعدي، يمكن الشيخ حمد خلاوي كانت تمتد من يعني هذا المكان أو المقر اللي هو مدفون فيه إلى ما بعد شرق النيل ومناطق عالية جدا كانت خلاوي هناك. ودي يعني من خلال الحكم التركي والحكم الاستعمار الإنجليزي المصري. حتى حلة حمد دي يعني يقال إنه أيام الإنجليز وبيدت يعني ضربت من مدافع من الخرطوم، على أساس إنه ديل بيفتكرون إنه ناس ضد الحكومة الحكم الإنجليزي في وقت ذاك. تكسير حلة حمد ده في البداية بداية العهد التركي أدى إلى أنه كل الناس اللي كانوا موجودين هنا نزحوا، وبعدين ذهبوا إلى الشمالية، بعدين ذهبوا إلى النيل الأبيض، وبعدين ذهبوا إلى الجزيرة إلى سنار، بعدين ذهبوا إلى الشرق، وبعدين ذهبوا إلى الغرب، تفرغوا في أنحاء عدة. وده طبعا بعد وفاة الشيخ حمد بزمن طويل جدا جدا. قادريا كان، وإن كانت محاسن الطرق الأخرى تجد مكانا في وجدانه، فكلها دروب موصلة إلى رحاب الحقيقة. طريقة حمد بن مريوم، انحيازه للنساء، وأيضا الشيخ خوجل وكثير جدا من غيرهم يعني المتصوفة هم نجحوا في استمالة الجماهير، في استمالة النساء والرجال، وفي نشر الإسلام. يعني كثير جدا ما يقول بعض محمد عبد الحي يفتكر إنه الإسلام لو ما دخلنا عبر الصوفية، لأنه بذهنيتنا الأفريقية التي تؤمن بالرقص والإيقاع ما كان انتشر. يعني التصوف هو المدخل الرئيسي، جاء بالنوبة وبالمظاهر الدرامية التسليك وغيره، هذا حبب الناس في الإسلام. يعني هي كلها في النهاية وسائل للوصول للجماهير ولنشر الإسلام ولكسب محبة هؤلاء الأتباع. يعني الشيخ وجه الله ده من تلاميذه وجه كبير، فقام يعني تعسر في تعلم الكتابة، وحتى كان الحرام يسمي توريلي. فقام قال لي خلاص، جاء واحد كلم الشيخ قال لي يا أخي الزول بتاع الساقية ده مات، فرسل وجاد الله ده على أساس أنه سوق الساقية. فقام وجاد الله برا وتبرع، قال الله أنا خلاص سوق الساقية. فاستمر يسوق الساقية، وبعد 4 سنين أولاد دير تخرجوا حفظوا وعادوا وكذا. فليه وجاد الله ده ما تخرج مع الناس اللي تخرج؟ ودي كرامة من كرامات الشيخ حمد المشهور. فوجاد الله ده في ساقية كان حفظ القرآن وجاء وقعد وسمع. يعني نحن نرى إنه بجانب المكتبة الصحفية برضو الموجودة إنه نحن يعني مشينا كويس، وخاصة يعني بيقول عندنا حفظة برضو من أحفاد الشيخ حمد حقيقة هنا عندنا. زيادة على كده نحن يعني البيت ده محافظ على إقامة المناسبات الدينية كل سنة. من المسائل التي ارتبطت بالشيخ حمد والأم مريوم وبقية المشايخ ذوي الشهرة والصيت الذائع الكرامات والحكايات التي تروى عنهم وتصل إلى حد الخوارق، وقد كانت رائجة في ذلك الزمان، وإن اختلف الناس حولها الآن ما بين رافض ومكذب أو مصدق معتقد. ولعله من نافلة القول أن أولئك النفر من رجالات الوقت الذي مضى عرفوا الله سبحانه وتعالى وعبدوه حق عبادته، والله تعالى وحده أعلم بما آتاهم من جوامع العطاء وأسرار هذا القرآن. الحكام ده كان عنده معهم علاقة عجيبة جدا. أول حاجة هو كان رجل له مكانته وكان له هيبته وكان له وقاره
ودائما الناس بيجوه يتشفعوا فيه. الحكام ما يرضي له طلب، اي كلام يقوله بينفذوا له. واحد من الحكام كان عيان، كان عنده صرع، واي طبيب ما قدر يعالجه. قالوا له انت ما يعالجك الا الشيخ حمد بن مريوم. فرسل له قال له قول له تعال، قول له الشيخ حمد تعال، السلطان قال لك تعال. قال له قول له ما بجي، تجيني انت، انا ما بجي، انت تجيني. قدر ما حنسوه، يا اخي ده الحاكم، ده السلطان. قال له سلطان رب العالمين، دايرين يجيني وانا ما بمشي له. المهم في الامر لما ابى يمشي وقال له يا اخي الراجل ده عيان، رسل له مويه في الركوه، الركوه اللي هي الابريق يعني. قال لهم قولوا شرب، شرب من الركوه دي وربنا شفاه. شوف ما قال انا شربت، قال ربنا شفاه. وتبقى الشواهد ماثله على طريق الحق طالما ان النفوس نقيه وتقيه، توحد الحق سبحانه وتعتقد بصحه العقائد مدخلا الى صحه النفوس والقلوب. الشيخ حمد وده الترابي ده برضو من الصالحين الكبار، قال مقولة، يعني قال مقولة تورينا الشيخ حمد وده مريوم ده شنو قال. شنو قال؟ اللهم أنفعني ببركة الشيخ حمد وده مريوم. معناته هي البركة. ليه؟ قال فإنه عبد الله، الشيخ حمد عبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ولكن بل لما يستحقه سبحانه وتعالى من العبادة. الشيخ حمد الترابي ده شخصية كبيرة ورجل عالم كبير، تمنى يكون زيه. وتمضي سيرة الشيخ بين يدي الزمان والمكان، وتمضي خطواته على رمل البدايات صعودا إلى سوح المغانم والمغاني. مولانا الشيخ سليمان من أبناء الشيخ حمد الدو مريوم، هذا كان قاضيا في كلاكلة، وكانت جميع قبائل النيل الأبيض تحترمه وتجله لعلمه، وكان مشاركا للإمام المهدي في حصار الخرطوم، وكان داعيا إلى الله تبارك وتعالى. فاستطاع الشيخ حمد أن يكون مصلحا اجتماعيا ومجددا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولأجل هذا ما تزال دعوته قائمة إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، لأنها كانت لله تبارك وتعالى. كثير جدا من الشيوخ لا زالت يعني خلاويهم موجودة، ولا زالت لأنه هم تقريبا أخذوا الجانب الديني فقط. يعني حتى الشيخ حمد ما عنده خليفة مثلا، خليفة الشيخ حمد ما موجود، يمكن كل رجال الدين يعتمدوا على منهج الخليفة، ولكن الشيخ حمد لم يأخذ خليفة بالنسبة له، وإنما الشيخ طرحه أو تركه أصبح هو يكون موجود كمصدر لما قدمه الشيخ حمد بن مريم. الصوفية لها منافع كثيرة جدا، وساعدت في المجتمع السوداني في العلاج، في التعليم، في الخلوة، هذا أمر مهم جدا. يعني الخلوة إلى يومنا هذا كمؤسسة تعليمية طبعا في الدراسة الكبيرة بتاعة الأستاذ الطيب محمد الطيب، في أن يمكن أن نرجع ونستفيد من الخلوة، طبعا ليس بشكلها التقليدي، ويمكن درس محمد عمر بشير وغيره نحاول، لأنه كل الناس درسوا بالخطوة في الخلوة خطاطين، لأنه وبيبتدوا التعليم بشكل مرحلي. فلماذا لا نطور الفكرة ونعمل لها تحديث بدلا عن نرفضها تماما؟ حقيقة الشيخ حمد يعني كان يعني كثير من أحفاده يتعلموا، وبعد ذلك يمشي يعلم الناس في مناطق، في مناطق أخرى. حقيقة حاليا نحن يعني لما وعينا أو سمعنا من أجدادنا، يعني المساجد كلها لها علاقة بالشيخ حمد، كانت أن إحنا الصينية بتاعت الطعام تطلع بثلاثة وجبات هناك، ورأينا أنه يعني الناس عابر السبيل وبعض الطلبة عندنا كان استراحة موجودة بكراسيها وبسرايرها يقعدوا عندنا هنا. وعلى مدارج الجمال والجلال مدارك تتفتح أكمامها شذا يعطر أردان الحقيقة والطريقة، وتوقا يمتد طاعنا في الضوء حتى مدارك الكمال. المسجد القبلي الحديث ده يتبنى سنة 42،
والمسجد الحديث الموجود حاليا ده اتبنى في الثمانينات حقيقة، والناس من المشاريع أساسا يعني الدائرة يعني تكون أو يعني عيد إنشاء هي أن إحنا يعني خلوة الشيخ حمد. بدينا بلبنة لمعهد الشيخ حمد. اللبن حاليا عندنا نحن شيخات يدرسوا في الأسبوع مرتين لنساء حلة حمد في المسجد، اللي هي نحن جعلنا إن شاء الله نواة لمعهد الشيخ حمد. جدا يا شيخ الصديق، واللي هو كان الوقت ذاك هو الشيخ بتاع المنطقة وهو الناظر بالنسبة للأوقاف والمسؤول عن المسجد ومسؤول عن المنطقة بتاعت حلة حمد في الوقت ذاك وبحري كلها، كان يمشي يلقط الإيجارات مقابل إنه يصرفوا منها في المسجد لإعمار المسجد للخلوة للصرف، حتى كان يقول لك يعني الأكل والقدح والأشياء اللي كانت موجودة في المسجد والناس كل من هب ودب بيجي يأكلوا، حتى الضيوف يعني زمان يقول لك ما في منزلة الضيوف الوقت ذاك، لا في فنادق لا في حياة زي دي، الناس بتيجي تقعد في المساجد، وكان في حوش جدا الشيخ الصديق والحيشان اللي هي موجودة جنبه حوالي المسجد، والناس بتقعد أكثر حاجة في المسجد، حتى الضيوف اللي كان بيجي يضيفون بيضيفون داخل المسجد، اللي هو كان القدح ماشي والملاح ماشي والناس طول السنة كان القصة دي ماشية. وكثير جدا من أحفاد الشيخ حمد سواء كان في توت سواء كان في الحلفاية سواء كانوا في الكلاكلات دي الحس عندهم نشاط ضخم جدا، بيأسسوا للمعهد العلمي وعايزين يطوروا هذا المعهد، واللي هو موجود في نفس المسجد القديم بتاع الشيخ حمد بالإضافة للمسجد الجديد عايزين ينشأ ده، فلو الناس أعيدت هذه الأشياء يستطيعوا نعملوا كثير جدا، لانه لا زالت يعني الاوقاف بتاعت الشيخ حمد هي بتدور داخله وبيمشي امور المسجد وبيمشي امور كثير جدا جدا من الاشياء. نحن عندنا خلوه يعني شبه دائمه بين المغرب والعشاء لتحفيظ الشباب للقران. عندنا برضو يعني امتداد لمحد الشيخ حمد او النواء لمحد الشيخ حمد. عندنا حقيقه نحن في الاسبوع عندنا تفسير بتاع القران. عندنا خلوة موسمية صيفية مستمرة لأكثر من 20 سنة حقيقة. ونكتب على ألواح الوقت واردا من جزوة الكلمات حينما تنبض بتولا صيغت من بعضه سيرة رجل اسمه حمد ود أم مريوم. توفي إلى رحمة مولاه بعد 87 سنة، اللي هو توفي سنة 1142، بتقابل الهجرية الميلادية سنة 1733 ميلادية، ودفن بمغابر أبو نجيلة. الشيخ حمد بن مريوم انتقل للرفيق الأعلى عمره 87 سنة، ودفن في قبته الآن الموجودة في حلة حمد. الشيخ حمد ود أم مريوم لما توفي سنة 1142 بنى القبة بتاعته بنو جرار، ومن ضمن الأشياء جابوا من خرايب سوق جابوا الطوب اللي بنوا القبة دي. الشيخ حمد ما كان يعني ما زي الشيخ حسن وتوسونا مثلا بنى القبة وهو حي، لا القبة دي بنت بعديه وجاب جاد الله وجاب الجمال وبني جرار شال بجماله، هذا الطوب حجمه ما طبيعي كله موجود في المغابر دي، حجر من باقي المباني بتاعت سوبة. أي زلمة الصوفية العارف يعني بالصوفية جيدا يعني بيقول إنه يدفنوا في مغابر أبن نجيلة. المغابر حلة حمد أساسا هي اسمها مغابر أبن نجيلة، بيقولوا يعني اللي كثرت يعني الحافظ المدفونين فيها. الشيخ حمد بن مريوم ما كان يهتم بالدنيا وكان زاهدا فيها وكان لا يهتم بها حتى ما داير فيها غير هذا الشبر.